الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا الله والله أكبر. فاسمع وعي، أسلمت لله وأعلنتها طاعة لله عز وجل. أوصيك وصية أخرى وهي مهمة جدا، ألا تخشى ساحرا ولا شيطانا. تسمع ولا لا؟ ألا تخف من ساحر وألا تخف من ساحرة، فإنهم ليسوا على شيء، سلاحهم التخويف، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يخوفونك ويخيفونك حتى لا تعترف بجرمهم وحتى تبقى في ركبهم، فاصبع بالحق وكن مع الله بقوة. اسمعني لله، إذا لا تخشاهم أبدا واثبت على الإيمان كما أسلمت وبكيت ودمعت وخشعت. اثبت على الإيمان طاعة لله، كررت آية الإسلام، رفعت التوحيد عاليا، بكيت، اعترفت، فأسأل الله تعالى ليثبتك. لكن لا بد أن تعلم أن للثبات أسبابا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قسم لله، أن تستقم على شرع الله، أن لا تؤذي خلق الله، وأن تقدم الخير مشرقا ومغربا، تقدم الخير. والنفس إن شغلتها بالطاعة ابتعدت عن المعصية، وإن لم تشغلها بالطاعة انقادت إلى المعصية. فالنفس تهوى وتتمنى، فاجعلها تميل إلى طاعة الله جل وعلا. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أتسمع؟ إذا تب إلى الله، والله يتوب على من تاب، والله يتوب على من تاب. تب بصدق، تب إلى الله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. فهيئ إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ونواصل إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أعطيكم مهلة إن شاء الله أن تجتهدوا في طاعة الله عز وجل، ثم نواصل السير طاعة لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.